الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو هنتابع شتلة الباشن فروت اللي احنا أخدنا العقلة واتكلمنا في الفيديو السابق عن مواصفات العقلة الجيدة، إزاي أختار عقلة جيدة وأزرعها وتثمر معايا بشكل سريع. وظهرت معنا النبتة في الفيديو السابق، ولقحنا في الفيديو السابق ثمرة أو زهرة الباشن فروت وتكونت الثمرة. هنا هنتابع الثمرة بتاعتنا. في المرحلة دي يفضل ان انا اسمد النبات بتاعي بسماد متوازن، في يكون في نسبة فوسفور ونسبة نيتروجين ونسبة بوتاسيوم. اختيار التركيبة المناسبة هيكون في صندوق الوصف وفي اول تعليق مقالة عن ازاي سيادتك تختار التركيبة المناسبة لكل نبات. التركيبات كتيرة والاسمدة كتيرة والاسماء التجارية كتيرة، فبالتالي احنا كلنا بيحصل عندنا تداخل في عملية اختيار التركيبة. ولكن الصح ان كل نبات، كل مرحلة عمرية في النبات يكون ليها تركيبة مختلفة في التسميد. وهنهتم في المرحلة دي باستمرار على إزالة الأوراق القديمة في الباشن فروت. الأوراق القديمة لازم أزيلها، لأن هي طبيعي الباشن فروت من النباتات الشبه متساقطة الأوراق، فبالتالي الطبيعي إن الورقة دي هتموت وتنشف. فأنا بخفف عن النبات بتاعي وأشيل الورقة بتاعتي عشان أعطي دفعة للنبات انه ينمو في اتجاه نمو خضري، فبالتالي هيعطي لي نمو زهري ونمو ثمري. ازالة الاوراق هتعطي لي دفعة للنبات بشكل عام وهتخلي النبات عندي ينمو بشكل جيد. هنا ما شاء الله النمو عندي ممتاز جدا جدا. الشتلة بدأت تعطي لي افرع جديدة ونموات جديدة، والنموات دي هي اللي هيطلع عليها ثمار في الفترة القادمة. الثمرة بتاعتي ما شاء الله هنا بدأت تنضج، هنتظر لحين ما تكتمل نضج الثمرة وهحصدها مع حضراتكم. هنا ما شاء الله الثمرة بتاعتي نضجت، هبدأ أحصدها وأرتب النبات بتاعي أو أنقل النبات بتاعي في حديقة المنزل أو في قصيص أكبر، أو أسند النبات بالطريقة اللي تناسبني وتناسب النبات بتاعي. أتمنى من الله أني أكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، أتمنى أن الجميع يكون استفاد. ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.